الطيران كنقولوا غادي نجيبوا نديروا نصنعوا الطائرات في هذه المنطقه، كنظن انه اليوم مستحيل باش نكونوا واضحين. كاين مشاريع واضحه يمكن لها تكون ميدان الطيران، كاين مشروع مهم جدا وحنا كنشتغلوا عليه، انه هذا تسميه الاميرو باش كي ماشي كيصنعوا الطائرات ولكن كيصوبوهم، كيمشيو يكون فيهم شي بان في العالم، كاين مشكل مهم جدا ما كيلقاوش فين يصوبوهم. ثانيا ملي الطياره كتوصل لاخر اللي تخصها ما بقيش طير بلك صافي حياتها سالت، كيوحلوا بها فين يديرها. داك الديمونتاج ديال البياس ديتاشي ديال الطائرات راه ماشي بحال الطوموبيلات، راه القيمه المضافه ديالو يعني مهمه جدا، وعبر العالم الناس كيقلبوا على هاد المشاريع، وكانوا هاد المشاريع في الذهن ديال الناس في هاد المنطقه في واحد الابان، ولكن هادشي كله نسيناه. ويمكن مشينا تنحلموا شي شويه في مشاريع اللي هي ماشي قد يدينا، هادشي يمكن نديروه، يمكن نجيبوه ويمكن نشتغلوا عليه. ثانيا قطاع التجارة، جات الوجبة باش زرت المنطقة وتصنتنا للناس اللي في المنطقة اش كيعانيو، هذا مستحيل ان هذا القطاع يبقى هكا متهمش وغادي وكاين قرض وغادي وكيموت وحتى واحد ما مكلف به. خصنا نشدو بيد التاجر الصغير، كتعرفوا داك التاجر مول الكارني اللي هو باش عايشين عائلات، هذاك لامورتيسور اللي ملي تيكون شي واحد عنده شي مشكل كيمشي لعند مول الحانوت ياخذ من عنده 200 درهم ويمشي يداوي بنتو. هادشي كاين في المغرب، وهاد الناس هادو ما عطينهم حنا قيمه. كنتاسف لما في الاسبوع الماضي في شي لقاء حزبي شي واحد كيتكلم وكيقول لك اودي راه داك العمل الجمعوي او الاجتماعي او الجماعي كيديروه شي ناس ما خصهمش يديروه، ما فهمتش علاش ما نديروهش، علاش ما يديروهش الناس. كنت بغيت واحد البروميس، واحد الوعد من عندكم تكونوا نتوما الاولين في الانتخابات المقبله. يلا عطيتونا 4 البرلمانيين، باغين 10 الاحرار. راه كان زوين ولكن دابا رجع عاوتاني شي حاجه اخرى، حيت باش نكونوا الاولين في 2021. السيد الرئيس نظم واحد اللجنه ديال الترشيحات فاش تنشجعوا كل مراه اللي بغات ترشح، اللي محتاج، اللي باغيه تمثل التجمع. حنا باغيين باش المراه تطلع في التمثيليه، حيت راه 50% ديال المجتمع والمرأة كتعرف تخدم والراجل حتى هو، ولكن المرأة حتى هي كتعرف تخدم. وعارفين بأن الجهة ديال راحة فيلات كتعاني مشاكل حادة خاصة في المجال ديال الصحة والتعليم والشغل. إلا كنقول الشغل فعندنا واحد العدد كبير من الشباب كيعانيو من البطالة خاصة في هاد الأقاليم هادي، ومؤخرا والحمد لله كاين واحد مجموعة من المشاريع اللي من بينها مشروع ديال نور الطاقة الشمسية ومشروع المقبل ديال النور ديال ميدلت اللي غادي يوفروا واحد العدد كبير من الفرص الشغل، وكنتمنى من الله عز وجل انها تحل هذه المشكله ديال البطاله. الامازيغيه اللي هي المنتدى والموضوع ديال المنتدى واللي هي قضيه وطنيه بالنسبه لنا، الامازيغيه ماشي فقط مساله ديال اللغه او لا حرف، الامازيغيه هي حتى مواطن ما يتحرم من الحق ديالو بسبب العائق ديال اللغه. الامازيغيه هي ان المراه اللي في تنغير تلقى اللي يهضر معها ويفهمها في المستشفى وفي المحكمه وفي المدرسه وفي الممشات. الامازيغيه هي ان الناس اللي في جبال ديال ميدلت وزاكورا يفهموا على الاقل اش واقع في هذيك القبه ديال البرلمان اللي يكونوا كيتكلموا الناس. الامازيغيه بغيناها من اجل تكافؤ الفرص، ليغاليتي دي شونس. قبل من 2001 هاد الامازيغيه كانت طابو سياسي بدون اي اعتراف رسمي. اليوم بعد 20 عام من اللي قرر صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، من حقنا نفتخر بالمكتسبات اللي تحققت. الامازيغيه اليوم عندها مكانه واعتبار
كأحد مكونات الأساسية للهوية المغربية. حزب ديمقراطي عنده تنظيمات الموازية، عنده شباب مستقل كينظم اللقاءات بنفسه، كيشتغل بجدية، كاين حماس، كنشوفوا بأنه يعني الديع الشبابي احنا كنعولوا عليه باش يزيد بالحزب إلى الأمام، لأن الشباب لازم يهتموا بالسياسة إلا بغاو البلاد ديالهم تزيد الأمام وتكون يعني في السكة الصحيحة. غادي يكون حوار، غادي يكون نقاش، أنتم كتشوفوا بأن الناس كل وحده وباغي الكلمة ديالو. فلهذا لو ميساج انا التقته من النهار الاول، وكنعتمد انه من الاعمده ديالي ديال الحزب هو على الشباب وعلى النساء، لان هادو اللي غادي يمكن يبدلوا لا دون ان شاء الله في المستقبل.